واضح. دكتور الحمد، انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث قتل تحدث في بعض الدول العربية، شاب يقتل بنت وآخر أيضا يقتل أخرى، واحدة كانت محجبة والأخرى لم تكن محجبة، وحدث لغط كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تحدث بعض الشيوخ عن أن سبب القتل كان البنت ليست متحجبة وما إلى ذلك، ثم قوبل بهجوم آخر لأن السبب ليس ذلك بل عقلية الرجال وما إلى ذلك. هذا اللغط وهذه الهوجة في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف من الإمكان أن نفهمها ونصححها أيضا؟ نعم، طبعا القتل فعلا خلال هذا الأسبوع، يعني جرائم القتل التي وقعت الضحية فيها المرأة بشكل كبير جدا، غريب في الحقيقة. نعم. لكن ربط السبب بالحجاب لا أعتقد أنه صحيح. هناك أسباب لكل حالة لها سبب من هذه الأسباب، وهي التي دفعت الرجل للقتل، وهذه الأسباب كل حالة يعني تختلف عن الأخرى. رجل كما يذكرون، احنا يعني لم نحقق في المسألة، لكن حالة من الحالات مثلا التي ذكرت أنها رفضت الزواج منه، وهذا ما له علاقة بالحجاب، كونها رفضت بالزواج منه ثم قتله، وهذه ليست أول حالة، وحالات أخرى مشابهة لهذه القضية. فهناك أسباب في الحقيقة للقتل. قد تكون من هذه الأسباب العلاقة المحرمة التي تسبق الزواج. العلاقة المحرمة، رجل يرتبط ببنت وهي ترتبط به، يتعلق بها، قد يتجاوز الموضوع إلى الخروج معها، يعني لن نقول زنا أو لم يزني، هذا لا نعلم، لكن هذا التعلق ظاهر وأصبحت هناك علاقة حب قبل الزواج. ثم تحصل مشكلة بين الطرفين وينسحب أحد الأطراف، وجدنا من الحالات شاب ينسحب تنتحر البنت، بنت تنسحب يقتلها الرجل، وهذه حالات. فالسبب الآن لا علاقة له بالحجاب، السبب له علاقة بمعصية أخرى سابقة، وهي علاقة بنيت بين الطرفين لم تبنى على شرع الله عز وجل، وما دامت لم تبنى على شرع الله فلا نتوقع أن تؤدي إلى شيء يعني حسن. هناك أيضا حوادث بين زوج وزوجته، زوج يقتل زوجته، هذا لا يمكن أن نقول حجاب لأن هذه زوجته أصلا، كونه يقتلها ويطعنها بطعنات كثيرة حتى تموت، لابد أن نبحث عن السبب الحقيقي، ما هو السبب؟ قد يكون السبب من الرجل وقد يكون السبب من المرأة، فمن الظلم يعني إعطاء سبب غير يعني تعميم سبب معين على كل حوادث القتل. طيب أيضا من الظلم أن نقول أن هذه يعني طبيعة الرجال، لو كان هذا طبيعة الرجال لانقطع النسل من العالم، لأن غالب الناس متزوجين وحياة الأسر كثيرة باقية، حتى نسب الطلاق أقل من عدد المتزوجين، فالتعميم أن هذه طبيعة الرجل هذا غير صحيح، وإنما كما ذكرنا قبل قليل في قضية أن كل من يدرس مشكلة عليها أن يعطيها التوصيف الصحيح. نعم. إداريا أو يعني في علم الإدارة، أي مشكلة أمامك لابد تعرف تفاصيلها قبل أن تعطيها الحل. فما هي مشكلة هذا الرجل الذي قتل؟ نعالجك مشكلة مستقلة. وهكذا الزوج الذي قتل، وهكذا السبعيني الذي قتل زوجته المطربة الصغيرة في مطعم، وهو سبعيني وهي صغيرة، لكن لأنها مطربة ما أثر العالم ضجة على زواجها منها، وإنما يعني أثر ضجة قليلة على قتله فقط، وهو سبعيني وهي عشرينية. فإذا هناك ملابسات لكل حالة، فالتعميم غير صحيح.